في العالم الافتراضي اليوم أصبحت ظاهرة التحرش واقع مقلق، بكليك يمكن تدمر حياة الآخرين. كي تاخد التحرش في العالم الافتراضي أشكال كثيرة، منها التصيد والخطاب الكراهية، مور هاد الكلمات كتكون عواقب خيبة. التصيد هو الاستخدام المتعمد للرسائل الضارة أو للمسيئة باش تكون واحد ردة الفعل. خطاب الكراهية كيستهدف الأفراد أو الجماعات على أساس الأصل، الجنس أو الدين ديالهم، وكيتعتبروا بجوج نوع من أنواع العنف. على الأقل وحدة من ثلاثة ديال النساء كتعرض للتحرش في العالم الافتراضي، يا إما على شكل خطاب الكراهية أو لا تهديدات بالعنف. يقدروا يتحرشوا بيك ولا يجرحوك وهما كيضحكوا معاك ولا كيعطيوك الرأي ديالهم، وهاد التصرفات كيديو الخوف، القلق، الاكتئاب والصدمة، وكتخلي الناس يبعدوا على التواصل في العالم الافتراضي. ولكن قادرين تصرفوا، وخاصنا تصرفوا، نوعيو الناس، ندعموهم ونعزو الثقافة الإيجابية ديالهم في العالم الافتراضي. مع بعضياتنا قادرين نخلقوا فرق ونشأوا عالم افتراضي مأمن وكيشمل الجميع.